ثم قلت اسمع، هذه الخرقة الإمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبي علي بن محمد، عن أبي علي بن علوي، عن أبي علوي الغيور، عن أبي محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبي محمد صاحب مرباط، عن أبي علي خالع قسم، عن أبي علوي، عن أبي محمد، عن أبي عبيد علوي، عن أبي عبيد الله، عن أبي أحمد المهاجر، عن أبي عيسى النقيب، عن أبي محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الصبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت، نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا، إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنى الأتباع، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن سنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي، لا يزايدا أحدا علينا في أصحاب رسول الله، لا باسم أهل البيت ولا باسم السنة. هذا منهج ليس فيه عبث،